عبد الرحمن عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن رد وقول ليه مشغول عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن رد وقول ليه مشغول عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن رد وقول ليه مشغول عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن رد وقول ليه مشغول عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن رد وقول ليه مشغول عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن رد وقول ليه مشغول عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن انت فينك من زمان شلتنا بتسأل عليك مش عارفين لك اي مكان عبد الرحمن زبت حد اتنين بنقول يا طرفين تلات اربع خميس اكيد مفيش رصيد عبد الرحمن رد وقول ليه مشغول عبد الرحمن